ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنتكلم عن النطاقات وازاي اقدر اجيب نطاق من جدادي بطريقه سهله جدا وبنسبه منخفضه جدا. طبعا النهارده احنا كنا عاملين حساب ان احنا نبدأ في كورس ال SEO، تمام؟ ولكن انا حبيت بس اقدم لحضراتكم الموضوع ده لان انا فعلا كنت بشتري دومين وخصمت اكتر من النص، يعني خصمت تقريبا اكتر من نص المبلغ اللي انا هدفع فيه تمن الدومين من جدادي. فعشان كده قلت والله لازم اعمل لكم شرح عشان تستفادوا زي ما انا استفدت، واوريك ازاي الطريقة اللي تقدر تحصل بيها على الدومين بنص الفلوس بس. لو انت مثلا بتجيب الدومين مثلا على 3 سنين وهتدفع 950 جنيه زي ما احنا نشوف دلوقتي على الموقع، هتقدر تدفع بس نص المبلغ، يعني 400 450 جنيه في ال3 سنين. وده طبعا مبلغ مش قليل، مبلغ كبير قوي اتخصم من الدومين لمدة 3 سنين. عشان كده حبيت ان انا اعمل لكم الفيديو ده النهاردة. قبل ما نخش في موضوع النهاردة، دايما بذكر كل الناس اللي هي لسه بتشوفنا النهاردة وشوف قناتنا بالمعلومات انها تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد القناة اول باول، وما تنساش باللايك الجميل بتاعك عشان ده اللي بيدينا دفعة ان احنا نستمر ونقدم ما افضل ما لدينا ان شاء الله. خلينا نخش في الموضوع يا شباب. ادي موقع جدادي المعروف ومشهور اللي احنا ممكن نقدر بكل بساطة نسجل او ناخد من عليه اي نطاق. خلينا نجرب ان احنا نكتب اي اسم نطاق كده، تمام، مع حضراتكم. خلينا نجرب بس كده، هنكتب دومين عشوائي، هنفرض ان انا هختار دومين بالشكل ده وابحث عنه، تمام. هو كده بيقول لي ان الدومين تقريبا متاخد، فاحنا هنشوف دومين تاني، هنشوف اي دومين عشوائي كده كمان، تمام، وهنبحث، تمام. لاحظوا كده ان هو بيقول لك هنا الدومين ده .com عامل 199 جنيه، يعني 200 جنيه بالمصري اهو، ايجيبت، تمام، 200 جنيه، تمام، 200 جنيه. طيب هقول له اضف الى عربية التسوق، تمام، هنقول له مواصلة الى عربية التسوق هنا عشان نروح نكمل باقي اجراءات ان احنا نشتري الدومين، تمام. هنا بيقول لك الحاجات الاضافية اللي انت ممكن تضيفها، نحوش بس الحاجات دي عشان دي بتزود سعر الدومين. اي حاجة هنا احنا مش عايزينها. بعد كده هنضغط على كلمة متابعة الى التسوق، عربية التسوق، ننتظر. لاحظوا كده يا شباب ان هنا جايب لي ان انا لو حجزت الدومين، تمام، مفيش اي حاجة منضافة مع الدومين اهي، تمام خالص، تمام. هنا لمدة 5 سنوات، هنا خلينا بس نحوش الاضافة دي، تمام. لاحظوا كده يا شباب ادي اهو، تمام، مفيش اي حاجة منضافة خالص اهو مع الدومين خالص، تمام، ولا حماية ولا اي حاجة، هو الدومين بس اللي احنا هناخده بالشكل ده، تمام. طيب انا مثلا حجزت الدومين ده لمدة 3 سنوات زي ما حضراتكم شايفين كده ان انا كاتبه 3 سنوات. طيب لو ال3 سنوات دول، لاحظوا كده ان هنا كاتب لي ب 817 جنيه، 817 جنيه اهو، 817 جنيه عشان اخد الدومين لمدة 3 سنوات، تمام. طب انا هعمل ايه عشان انزل نسبة الفلوس من هنا او نص الفلوس او نص المبلغ؟ لو انا ضغطت على طول انا مستعد للدفع، هدفع ال 820 جنيه دول او 17 جنيه عفوا، تمام، هدفع 817 جنيه عشان اخد الدومين 3 سنوات. طيب
هعمل ايه؟ بكل بساطه هتلاقي الموقع ده، اسف، في الفيديو في الديسكريبشن، تخش على الموقع ده، موقع جميل جدا وموثوق. هتيجي هنا هتضغط على كلمه الحصول على الرمز، طبعا هنا قسيمه شراء جدادي، طبعا كل دي جسايم من جدادي، هنضغط على مثلا دي، هتفتح معاك صفحه بالشكل اللي حضرتك هتشوفه دلوقتي. هتعمل نسخ للكوبون ده اهو، عملت كلمة، ضغطت على كلمة نسخ، خلاص كده هو خد الكوبون، تمام. هنرجع على جداد، هنيجي عند هل تمتلك رمز عرض ترويجي، هنضغط عليها، وبعد كده هنحط الرمز الترويجي اللي احنا جبناه نسخ من الموقع، ونضغط على كلمة تطبيق. لاحظوا كده على المبلغ اللي موجود هنا 817 جنيه. ركزوا كده يا شباب، لما بمجرد ما انا بضغط على كلمة تطبيق، شوف المبلغ هينزل لحد قد ايه. بصوا كده، نزل لحد 470 جنيه، يعني حاجة جميلة جدا، تمام. نص المبلغ اتخصم من تجديد الدومين لمدة 3 سنوات. لو ضغطت على كلمة انا مستعد للدفع حاليا، هدفع 470 بدل ما ادفع 817 جنيه اللي كانت موجودة في الاول. لو انا جيت حذفت كده الرمز الترويجي، هترجع المبلغ على 817 جنيه. فهنا يا شباب لاحظوا ان احنا مش هنخسر حاجة ان احنا نعمل رمز ترويجي لاي دومين احنا رح نشتريه من اي شركة. وانا عارف ان ليه اخترت شركة جداد، لان كل الناس بتلجأ ليها، تمام، كل الناس بتلجأ لشركة جدادي بالذات. فاحنا عشان تاخد مثلا دومين او عايز تشتري دومين، فانت ممكن بالطريقة دي تقدر تضيف الرمز الترويجي من الموقع اللي انا سيبه لك في الفيديو في الديسكريبشن. هتضغط على كلمة تطبيق، على طول بينزل لك نص المبلغ بالظبط، شايفين كده يا شباب؟ يعني مش هتاخد ثانية واحدة وتلاقي المبلغ انخفض معاك بطريقة سهلة جدا وبطريقة سريعة جدا، تمام؟ فده كان موضوعنا النهاردة ودرسنا النهاردة. ما تنساش باللايك الجميل بتاعك، ولو في أي حاجة حابب تستفسر عنها سيب لي أسفل الكومنت، أسفل الفيديو في كومنت، وأنا إن شاء الله هرد عليك بمجرد ما أنا أشوف السؤال بتاع حضرتك. ده كان موضوعنا النهاردة وشرحنا النهاردة، شكرا لكم، السلام عليكم.